مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون الكويت، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضة في عيون دبلوماسية. تعودنا مشاهدينا بهالبرنامج نقدم لكم زاوية رياضية مغايرة عن المألوف. احنا دائما تعودنا ان نسمع الرياضة من وجهة نظر الرياضيين، ولكن في برنامجنا هذا راح نسمع ونشوف الثقافة الرياضية عبر عيون الدبلوماسيين. ضفنا اليوم شخصية دبلوماسية مهمة من بلد عربي شقيق، قد لا يكون هذا البلد قريب منا حدوديا، ولكن يكاد يكون مشابه لنا في كثير من الأمور الثقافية والعامة وأسلوب الحياة وطبيعة الشعب نفسه، اللي لحد الآن محافظ على عاداته وتراثه الجميل. خلونا نشوف التقرير بعد مع بعض ونتعرف على ضيفنا بعد هذا التقرير. درة الوطن العربي، كيف لا وهي الواحة الخضراء التي تجذب محبي المناظر الطبيعية والمناخ المعتدل. إنها لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، إنها بلد العراقة والأصالة العربية، إنها ليبيا. تمتلك ليبيا أحد أجمل شواطئ العالم، والذي يجمع بين مناظر البحر المتوسط الخلابة وجمال السياحة العربية، حيث تزداد هذه التنمية السياحية عام تلو الآخر. وإن ألقينا الضوء على ثقافة الشباب الليبي، نجد بأنهم يتمتعون بطاقات هائلة للنهوض بوطنهم في كافة المجالات، إذ يشتهر الشاب الليبي بحبه للعلم والمعرفة، كونه يعيش في أرض خصبة للتعليم، نظراً لاهتمام ليبيا في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا للقيام بأجيال واعية تفيد الوطن في كل مجال. وعلى الصعيد الرياضي، تدعم ليبيا الشاب في كافة مجالات الرياضة، إذ يهتم الشعب الليبي بالعديد من الألعاب الرياضية ومشاركات فرقهم في البطولات الإقليمية والقارية وصولاً للعالمية، حيث تهتم ليبيا بنجاح الشاب الليبي في كل مجال يخوض به. بلد محب للثقافة والعلوم وداعم للشباب والرياضة، لينهض بجيل مفعم بالطاقات الإيجابية من أجل وطنه. مشاهدين، يمكن قبل شوي شفنا هذا التقرير عن دولة ليبيا. اليوم حلقتنا راح تكون مع القائم بالأعمال السيد عبد العالي أنور الدريسي، القائم بالأعمال عن السفارة الليبية في دولة الكويت. نرحب فيك سيدي في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك. الله يطول عمرك. اليوم بدنا نتكلم شوية عن يعني أمور، يمكن قد تكون هناك بعض الأمور السياسية، ولكن سنعرج إلى الرياضة خاصة في ليبيا. نعم، أهلا وسهلا بكم ونرحب بك وبقناة الكويت الأولى والثالثة سبورت، ونحييكم على هذا البرنامج المجهود المبتذل حقيقة، يعني في طرح هذا البرنامج الجيد، يعني الرياضة والدبلوماسية. صحيح، يعني فكرة جيدة، فعندما عرض علي الأمر يعني استهويته بصراحة. يعني في البداية شكرا لك على استضافتك الجميلة في منزلك، وبنتكلم عن الأجواء الدبلوماسية يعني في الكويت. متى ما بدأت هذه يعني الأعمال أو هذا العمل المكلف من دولة ليبيا في وجودك في الكويت، حدثنا عن بداية خوضك في الدبلوماسية في الكويت بالتحديد. نعم، حقيقة يعني عرض علي قبل أن أتي للكويت من وزارة الخارجية الليبية يعني ثلاث مواقع سفارات يعني أوروبية وأفريقية، خيروك بثلاث مواقع. نعم، وعربية كانت هي الكويت، فاخترت الكويت لعدة أسباب، يعني منها أن الكويت بلد ديمقراطي منفتح، بلد شقيق، بلد عربي، بلد يعني مركز الإنسانية في العالم، يعني مملكة الإنسانية الآن يعتبر. فأكدت على نفسي أنني سأستطيع العمل وسأنجح في الكويت الشقيق، وفعلا يعني عندما قدمت أوراقي كقائم بالأعمال يعني ورئيس للبعثة الليبية في الكويت، قبلت من الجانب الكويتي بالترحيب وحسن الاستقبال والاستضافة منذ قدومي للكويت في شهر أبريل الماضي. باشرت العمل يوم 6
7/4 تحديدا يعني في السفارة الليبية بالكويت، وقمت بزيارة سيد مدير إدارة المراسم وبعض المسؤولين وبعض السفارات، ووجدت سلاسة كبيرة يعني في بدء العمل الدبلوماسي. إذن انطباعك كان إيجابي في دولة الكويت؟ نعم، يس أكيد. أكيد نعم. كنت متوقع يعني هذه الطريقة وهذا الأسلوب العمل الدبلوماسي في الكويت؟ نعم، لأني سبق التقيت يعني بشخصيات كويتية في القاهرة وكذا، وكنت أدرك جيدا يعني ماذا تعني الدبلوماسية في الكويت. نعم، كانت لك علاقات يعني قبل حضورك للكويت. نعم. إذن يمكن الأعمال في السفارة كثيرة، خاصة عندما تمثل بلدك سيد العزيز، هل وجدت يعني صعوبة في تطبيق الأهداف المرجوة من قبل دولة ليبيا في الكويت، خاصة خلنا نتكلم عن الجالية الليبية المتواجدة في الكويت؟ لا، لم أجد صعوبة يعني، كل الإجراءات كانت يعني سواء من الجانب الكويتي أو في السفارة أو الجالية، يعني كل الإجراءات كانت في غاية السهولة يعني ببساطة جدا. جالية الليبية في الكويت عددها قليل جدا. صحيح. جالية راقية مثقفة، كلها دكاترة ومهندسين. نعم. يعملون بأماكن يعني شركات عالمية ومؤسسات دولية، يعني كلهم جالية راقية بصراحة، ليس هناك أي متاعب في التعامل مع الجالية. كيف هي الأنشطة للجالية الليبية في الكويت؟ يعني نعلم أن جميع السفارات لديها أنشطة سواء كانت ثقافية أو رياضية أو يعني فنية. يعني يشارك فيها يعني مجموعة من الجالية الليبية سواء كانت مع دول أخرى في يعني مؤتمر معين أو في ملتقى معين، كيف هي الأنشطة لديكم؟ أنشطة الجالية طبعا، تعودت الجالية الليبية على مدار ما يقارب عن 25 سنة في الكويت. نعم. أو 30 سنة على حسب، يعني تعودت على الالتقاء في يوم الخميس بمقر السفارة. كل خميس بديوانية السفارة. نعم. يلتقون، هم عددهم قليل لكن يلتقون، يتبادلون الآراء، الأفكار، المشاكل الليبية. جميل. يعني كذلك في الأعياد نقيم مناسبة العيد في السفارة، يعني نلتقي قبل أن نلتقي بأسرنا، نلتقي في السفارة، تعيد كل الجالية. جميل. مع البعثة الدبلوماسية على بعضها في السفارة، ومن ثم هكذا يعني على مدار العام، يعني كل خميس يلتقوا في السفارة الليبية في الكويت. حدثنا عن المجتمع الكويتي، يعني يمكن أنا لدي معلومات أن هناك يعني تقارب كبير ما بين المجتمع الليبي والمجتمع الكويتي في تقريبا العادات والتقاليد والطريقة. صحيح. والأسلوب. صحيح. لا شك أن التاريخ له باع في هذا. صحيح. في هذه المسألة يعني احنا اكتشفنا في الفترة الأخيرة بشكل غريب أن أغلب العادات والتقاليد التي تمارس في ليبيا، حتى الأمثلة الشعبية، حتى بعض طرق الشعر الشعبي وكذا، مطابق كثيرا للكويت، يعني شيء غريب جدا، يعني أحيانا حتى بعض الكلمات والمصطلحات التي تستعمل. يعني يمكن الدولتين يعني غير متقاربتين في الحدود يعني. صحيح، غير متقاربتين في الحدود، ولكن متقاربات فعليا في التراث الشعبي. نعم. في التراث الشعبي متقاربات. إذن كثير من الأمور يمكن سيد العزيز لم تختلف عليك في الكويت. لا. كانت مشابهة يعني نفس النمط. لا لا، حتى أحدث أحد الأصدقاء تعرفت عليه حديثا أكرر في كلامي، فيقول لي أنا نفهم عليك، أنت لماذا تكرر كلامك؟ أنا فاهم عليك كل كلمة تقولها، فدليل على يعني سهولة، يعني نفس المعاني، نفس الكلمات، نفس ما في شيء مختلف يعني. والمرابيع اللي هناك موجودة، نفس الغادي هناك المرابيع، هنا الديوانيات. إيه نعم، نفس الموضوع. نفس الموضوع. تسمون الديوانية المرابيع. نعم. الدواوين. نعم، المرابيع. نعم. مرابيع. نسموها المرابيع. ويتجمعون فيها الليبيين وكذا. نعم، يجمعون فيه، يتناولوا حل المشاكل فيها في هذه المرابيع، يعني حتى أنها شبه قانون سائد في ليبيا بعيد عن القانون. أنت حضرت الدواوين أكيد. نعم، حضرت الدواوين. شو الفرق بين هناك؟ الفرق أن هناك أنك جالس على الأرض، وهنا حتى عندنا دواوين يقعدون على الأرض. على الأرض. غادي على كلها على الأرض، هنا مرتفع شوي يعني. صحيح. زي نظام الكراسي، لكن نفس الإطار. ممكن الله أعلم، أنا لسه يعني ما اكتشفت عمل الدواوين بالضبط يعني. صحيح. لكن شفتها يعني وسيلة ربط اجتماعي قوية جدا، حتى مع الدولة. حتى مع المسؤولين الحكوميين نجدهم في الدواوين ناس عاديين جدا. صحيح. يعني مواطنين. نعم. ونلتقي بهم ونسلم عليهم. هو في ليبيا غادي تستعمل هذه المرابيع
لحل النزاعات وحل المشاكل، وأيضا تستعمل للزيارات، تبادل صحيح. الزيارات والمناسبات يعني يلتقوا فيها وتربط فيها العلاقات الاجتماعية وكذلك العلاقات الزوجية اللي هي نحن نقول عليها الفواتح، لما تخطب ولا كذا لازم تكون في الديوانية في المربوعة، يجوا الشيوخ ويجيبوا المأذون وكذا، عملية كلها تكون في الديوانية. فهو نظام الدواوين غادي غير متبع، لم أجده في مصر ولم أجده في تونس صحيح، يعني ممكن في البدو وفي البراري قليل جدا يعني نعم. لكن في ليبيا أينما كنت في المدن الكبيرة أو في القرى الصغيرة، يعني تشابه كبير ما بين نعم. يعني الثقافة الليبية والثقافة الكويتية نعم. خلنا نتكلم الحين شوية، نطلع على موضوع الرياضة نعم. الكل يعلم أن هناك يعني علاقة بين الرياضة والسياسة نوعا ما، من يدعم الآخر، من يكمل الآخر، الرياضة أم السياسة، وكيف هي العلاقة بين الرياضة والسياسة؟ طبعا العلاقة بين الرياضة والسياسة قديمة جدا، قديمة جدا، منذ تواريخ ما قبل الإسلام يعني نعم. كانت تقام الماراثونات يقومونها الحكام، يعني كان ماراثون سبرطة وماراثون طروادة وغيرها يعني من في كل البلدان، حتى أخيرا في البلدان العربية كانت تقام يعني مهرجانات رياضية، أحيانا الغرض منها في التقرب بين دول، يعني تستعمل عدة أنواع من الرياضة في 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 في, في كوسائل للتقارب بين بعض الدول، وأحيانا قد تكون سبب في مشاكل بعض الدول. أنا ودي أتكلم في نفس هذا المحور، موضوع الرياضة وعلاقتها بالسياسة، ولكن راح نطلع فاصل وبعد الفاصل نستكمل معك. إذا مشاهدينا فاصل وراجع. سيد العزيز، قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع العلاقة بين الدبلوماسية والسياسة والرياضة. يمكن أنا بوجهة نظري هناك تقارب كبير ما بين الرياضة والدبلوماسية، الروح الرياضية ومع وجود المنافسة والندية بين الفرق، ولكن تشاهد أن هناك دبلوماسية ما بين اللاعبين، دبلوماسية ما بين المدربين. كيف هي الدبلوماسية بنظرك مقارنة بالرياضة؟ طبعا أكيد هي الدبلوماسية مقاربة جدا للرياضة، يعني أيضا هي فيها شد وجذر، يعني في يعني أحيانا تشد لغاية ما تقول أنت هذه حرب حتقوم صحيح، وبعدين في أساليب أخرى ترد مرونة نعم. ترجع الأمور يعني صحيح، أو تحاول تبسطها وتخفضها لغاية ما تجد مخرج في مشكلة معينة. فبالعكس أحيانا الدبلوماسية تكون أرقى كثيرا من الرياضة في التعامل، هي اسمها فيها يعني فن الدبلوماسية في التعامل، يعني صحيح. أحيانا بلدين بينهم مشكلة معينة لكن السفراء ما تجد المشكلة يعني بين السفير والسفير، ليش؟ من باب الدبلوماسية صحيح، أنك تحتفظ بعلاقة جيدة بزميلك لغاية ما يكون فيه حل، وقد تحل المشاكل المستقبل، تجد من عالج القضية بشكل ودي وبروح دبلوماسية ومن عالجها بشكل خاطئ في طبيعه التعامل يعني. صحيح، يمكن بعض الدول تمتاز بفرق قويه تشكل نقول مثلا سفراء لبلادهم، دائما الفريق لما يشارك ببطوله خارجيه ويمثل بلده وياتي نعم. ببطوله نعم. هل يعني عندكم في ليبيا هذا المعتقد انه يجب علينا ان يعني نقوم فرق قويه للمشاركه الخارجيه، يعني مثل ما يقولون لرفع اسم ليبيا في المحافل الخارجيه؟ نعم، انا اذكر يعني حصلت مع فلسطين في فتره ما ان المنتخب الفلسطيني شارك في بطوله في مصر، كانت تحقق انجازات في يعني كانت بعد النكبه، يعني جميل. يقال يعني ان اعادت الروح المعنويه للفلسطينيين. لكن أنا حتىك على التاريخ الآن المعاصر، بعد الثورة الليبية وبعد العديد من المشاكل في ليبيا والإحباط الموجود في الشارع وكذا، كانت الرياضة الليبية في أوج قوتها يعني.
فهذا دور الرياضة الليبية نعم في 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 عمل هذا. نعم فكانت فتحصل المنتخب الليبي للاعبين المحليين على كأس أفريقيا في فترة قمة المشاكل في ليبيا. يعني نقدر نقول أن الرياضة والإنجازات الرياضية نعم نوعا ما تنسي هموم الشعب. نعم والمشاكل الفرحة اللي قامت صحيح في حصول المنتخب الليبي على الكأس الأفريقية نست جميع المشاكل وتفرح الشعب يعني. نعم نستهم كل المشاكل ورفعت الروح المعنوية صحيح لديهم بأن الليبيين قادرين على أنهم يقدموا وينزوا قادرين أنهم يتوحدوا صحيح ويعملوا أشياء يعني جيدة. فبالعكس الرياضة رابط رئيسي بالسياسة وستستطيع أن تغير في مجريات الأمور يعني. صحيح. دعنا نتكلم عن التراث. يعني يمكن في الآونة الأخيرة أنا كنت يعني أبحث عن مواضيع تراثية في دول خاصة عربية. تفاجأت اليوم قبل البرنامج أن هناك يعني تراث يعني مزدهر في ليبيا وهناك أماكن تراثية مميزة في ليبيا. حدثنا عن الموضوع هذا. ليبيا طبعا لها عادات وتقاليد متوارثة قديما ومختلفة صحيح في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق. تراث بما تعني الكلمة يعني. والرياضات قديمة جدا والرياضات حديثة بليبيا يعني متفاعلة مع الشعب يعني. الناس باستمرار لا يمكن أن تمر ذكرى دون أن يحيوا فيها مهرجان من هذه المهرجانات. عندنا مهرجان غدامس مهرجان كبير جدا تراث ورياضة. كذلك مهرجانات الخيول يعني في الغرب والشرق. يمكن أنتم عندكم الرياضات خلينا نقولها الصقارة والقنص سباق الهجن وسباق الخيل عندكم بشكل كبير يعني. نعم يوجد هذه السباقات توجد في ليبيا وبشكل خيل تحديدا يعني. يعملون لها بطولات على مستوى الدولة. على مستوى الدولة يعملون لها بطولات يعني. في الفترة الأخيرة قلت شوي يعني. اللي هو ليبيا كانت أعتقد أو إذا كان ذكرتك يعني كانت بارزة في مجال الفروسية صحيح وكانت لها بطولات يعني صحيح يعني بشكل غريب. غير المهرجانات الشعبية في مهرجانات على مستوى الدولة وفي مهرجانات شعبية يعني يقيمها الفرسان يحيوا بها ذكرى الجهاد والنضال ضد يعني العديد من الغزوات صحيح اللي والحقبات الاحتلال المتعارف على ليبيا. فكانت للخيول يعني شيء مقدس في ليبيا يعني مهرجانات خيول فتحية. كذلك القنص قنص الطيور. هل هناك أندية لهذه الرياضات اللي هي مثلا القنص نعم أو الخيل نعم أو هناك أندية ورخص كذلك ومدربين وتدريب وفرق نعم توجد أندية ورخص تمنح لهذه الرياضات اللي هي رياضة الصيد والقنص. وكيف هي كرة القدم في ليبيا؟ كرة القدم طبعا معشوقة الجماهير الجميع معشوقة الجماهير طبعا. كرة القدم لازالت يعني إلى يوم أمس كنت أتابع أحد الفرق يعني ماذا حل به. أي فريق تشجع؟ فرق أنا أحكي على المستوى المحلي يعني فريق الشعلة يخص منطقتي أنا شعلاوي نعم لا ولكن المدينة هي مدينة المرج وفريق المروج هو اللي كنا يعني نقارع به يعني في الفرق الكبيرة. لكن الآن يعني المستوى يعني مستقر مستوى الرياضة الليبية حاليا نظرا للمشاكل يعني. ففي استقرار نسبي لكن ما خلوا بطولة ما شاركوا فيها يعني يشاركون في البطولات إذا العربية والأفريقية. نعم نعم للدوري المحلي دعنا نقول مثلا الدوري المحلي في ليبيا نعم متابع. أنا ودي أتكلم عن موضوع الأولاد الصغار لما يحبوا يلعبوا كرة. إحنا عندنا في الكويت إحنا يمكن من أيام قبل كنا نطلع بالفريج ونحط لنا أي شيء ونسوي هدف ونجيب كرة ونلعب وشوي شوي بدت صارت عندنا مراكز شباب شوي شوي بدت صارت عندنا ساحات رياضية. شلون الموضوع هذا في ليبيا؟ طبعا هذا الموضوع في ليبيا يعني الأولاد شيء طبيعي في المدارس فيه اهتمام كبير يعني ممتاز بالرياضة صحيح وفيه رياضة شعبية خارج على الأطر الرسمية اللي هي المدارس والله الأندية والله الرياضة الشعبية هذه موجودة يعني الملاعب هذه موجودة في كل مكان على طول موجودة في كل مكان لا موجودة بدون في كل مكان يعني وبالطرق اللي هي البسيطة تحكي عليها أنت صحيح يعني ممكن مسمار من هون مسمار من هون ممكن حجر من هون وحجر من هون ويلعبوا يعني في كل مكان يلعبوها مثلا في الوادي يعني تلقى الملعب عاملينه مجموعة شباب جيران هم وكذا ففي هذه بشكل غريب يعني الرياضة شيء يعني شيء
مستحب. وطبعا الاهتمام في النشء هو القاعدة صغيرة في ليبيا أكيد اهتمام قوي. أكيد أكيد. ليس فقط في كرة القدم، حتى الألعاب الثانية. لا حتى الألعاب الثانية، حتى ركوب الخيل والسباحة، هناك أندية. وعندكم في الألعاب الفردية أيضا أبطال وألعاب القوة أبطال. نعم. كثيرون يعني خاصة في ليبيا. نعم حتى ألعاب القوة كلها بجميع أنواعها، في التكواندو. صحيح. في التكواندو الكارتيه هذه كلهم عندهم يعني أوسمة دولية، في كرة الطائرة، في كرة السلة. جميل. ففرق وأندية تشارك منذ زمن بعيد، يعني من فترة بعيدة، يعني من الأربعينات والتسعينات. صحيح. أندية مؤسسة موجودة وتشتغل في هذا الإطار. يعني دعنا نتكلم عن موضوع الثقافة الرياضية لدى الجماهير الليبية، يعني كيف تقيم الثقافة الرياضية في الجمهور الليبي المشجع المتابع؟ نعم يعني لما أقدر في أشياء أحيانا قد تقول لي بالغ فيها، لكن الجمهور الليبي جمهور غير عادي. الجمهور الليبي جمهور غير عادي، متابع بشكل غريب في أوقات. جميل. في أوقات لم نلحظ فيها جمهور لبعض الفرق والمنتخبات يعني. وأيضا كان في الوقت الحالي طبعا خلاص يعني الآن وسائل الإعلام هم يتابعون كل الأندية، الدوري الأسباني، الإنجليزي، البرتغالي، الإيطالي. يعني هذا شيء طبعا الآن شائع، لكن أنا اكتشفت متابعة الجمهور الليبي للرياضات قبل ما تكون هذا عنده تعصب، قبل هذا الانفتاح الإعلامي. في هناك تعصب في الجمهور الليبي؟ لا مش ما فيش تعصب، لكن في تشجيع قوي للمنتخب. كان جميل. يعني من الصعب أنك تهزم المنتخب الليبي على أرضه. من الجمهور بين جمهوره يعني صعب، من الصعب أنك تهزمه. وكذلك صحيح. في الأندية. صحيح. من الصعب أنك تهزم، كان نادي موروج، من الصعب أنك تهزم نادي موروج على أرضه. يمكن ترى حضور الجمهور في الملعب ليس كافي بقدر طريقة التشجيع وطريقة الحماس اللي يعملها في الملعب. نعم الجمهور. نعم. صحيح. جمهور متفاعل جدا حتى لو يترس المدرجات، ولكن إذا كان غير متفاعل. لكن وأحيانا أن تعرض للظلم الفريق الليبي، أن تعرض للظلم حصلت في الأردن يعني بشكل كان محرج، ولكن هذا جمهور يعني أعداد كبيرة جدا تخرج في 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 أثر الفريق الليبي. إذا كان حيلعب في المنتخب الليبي وتكون مباراة مصيرية في الأردن أو في تونس، أعداد هائلة تخرج للتشجيع. وطبعا تحصل أخطاء من الحكام أكيد أحيانا. هذا طبعا. فالجمهور يعمل عمايل يعني غضب غريبة في المدرجات، وأحيانا يتعرض الحكم حتى يعني في بلد غريب ليست ليبيا. يعني فالجمهور يعني حماسي جدا يعني. صحيح. مع المنتخب، فمن الصعب كان المنتخب أنه يهزم في وجود جمهوره. أنا ودي أتكلم عن يعني الرياضة اللي يمكن كنت تمارسها أو ما هي اللعبة اللي تحبها، ولكن راح أطلع فاصل. بعد الفاصل بتكلم أمور كثيرة يمكن تخص الجانب الشخصي في ساعدتكم. إذن مشاهدينا راح نطلع فاصل، بعد الفاصل رادي لا تبعدون. سيد العزيز، أكيد مارست الرياضة في يعني بداية يعني حياتك في الصغر، في المدرسة، في كذا. شنو الرياضات اللي مارستها وحبيتها، حسيت أن يعني فعلا هذه الرياضة اللي يمكن استهوتك كثيرا؟ والصراحة يعني كل الأنشطة مارسناها يعني في أيام المدرسة وأيام الجامعة. صحيح. الشطرنج ولعبة كرة القدم بشكل غريب يعني كنت ألعبها، يعني كل ألعاب. لكن لما يتقدم المرء في السن شوي يعني، بس لا الحين شباب، لا بزيد شباب أنا. لكن الآن اكتفيت بالمشي، رياضة المشي والهرولة. جميل. يعني الآن هنا في الكويت مارستها يعني. في الأول في صالة رياضية، وبعدين الأجواء المناخية في الكويت تقريبا مشابهة في ليبيا. نعم يعني حر شوية. صحيح. لكن أنا يعني بالعكس أنا انسجمت يعني. والله حر مو شوية، حر وايد. لا بس يعني الطقس بالنسبة لنا يعني هو في حر فعلا، لكن يعني بالعكس ما أثر على الرياضة. صحيح. يعني أتمشيت في ممشى الجابرية، في الممشى البحري على البحر. تمام. يعني عند مارينا وكذا. بنمشي باستمرار يعني، كعندي يومين ثلاثة في الأسبوع لازم نمشي. يعني هرولة يا مشي ورياضة يعني، لازم نحافظ على الرشاقة وعلى. صحيح. صحيح. إذا يعني تمارس رياضة المشي في الفترة الأخيرة. نعم. ولكن يمكن في بداية حياتك لعبت كرة القدم. نعم. ولعبت. نعم. لعب. يعني خلينا نتكلم عن ذكريات الرياضة في المدرسة.
نعم. ذكرني بموقف في المدرسة. أنا أذكرك موقف جميل لغاية الآن مش قادر أنساه. في الجامعة. نعم. في الجامعة طبعا طلعت من الثانوية طلعت وأنا ماهر في لعب الشطرنج. جميل. لما جيت للجامعة الشطرنج تحتاج إلى تركيز. نعم. ذهني كبير. لما جيت للجامعة عملوا بطولة للشطرنج فدخلت في البطولة. دخلت في البطولة ووصلت لغاية الكأس. آخر مباراة نهائي. وكان خصم يعني أنا زدت أذكر كويس يعني اسمه علي عمار. كان خصم قوي يعني في الشطرنج. فخطأ هو ضيع له الوزير. يعني والوزير هو صلب اللعبة. نعم. فشلت الوزير من اللعبة وفرحت لأني رأيت الكأس أني أنا رأيت الكأس أني أنا أخذته. خلاص لأن صارت في ثغرة. خلاص الكأس أنا شفت أني أخذه. ممتاز. فبلشت فيه وهو نهار. حلو. بلشت فيه فكان الحكم الموجود كان يشجع في هذا الخصم. كان يشجع فيه هو لاحظ الحكم لاحظ غياب بعض القوانين عندي. يعني أنا ما عندي دراية بقوانين الشطرنج 100% لأني ما لعبتها خارج مدرستي. ما لعبتها وما تمهرت في القوانين. يعني كنت تعرف القوانين الأساسية البسيطة. إيه الأساسية البسيطة لكن القوانين المعمقة أو الحاجات الدقيقة. نعم. ما كنت نعرفها. لكن كنت ماهر في وضع الخطط كنت ماهر. فالحكم وهو مدرب كبير لاحظ أني في هذه الأمور وهو من نفس مدينة الخصم. فظل ما كان حيادي الحكم. إيه لا ما فظل يشجع عليه شيء أنا حسيت به لكن أنا مستهزي بالاثنين. نعم. لأني كل القطع خسرتها يعني. صحيح. كل القطع هاجم بوزيري وكل القطع راحت عنده فهو ظل عنده الملك وبعض الجنود. نعم. لكن ظل يلعب يعني عادة نحن في هذه الأحوال يستسلم ويسلم عليك ويقول لك شكرا. فظل يلعب وأنا مستهزي بالأمر وما بيقتل الملك على طول يعني. نعم. أحاصره بس طبعا مهاراتك وعضلاتك. أي. ففي لحظة من اللحظات صفقوا الاثنين ووقفوا فوق. أوه. صفقوا مع بعضهم ووقفوا فوق. فأنا أشبيه هذا يعني كنا نحن نقوله. نعم. أخيرا قام كمل لعب قال لا تعادل. إيش اللي تعادل؟ والمدرب يصفق يقول لي لا تعادل الحكم جاب لك نقطة تعادل. إيش نقطة تعادل؟ أنا صدمت يعني هو الكاس وكان كاس على مستوى جامعة. فإذا بها فيه نقطة في الشطرنج. النقطة هذه دار يعني ممتاز. يوقف فيها الملك وباقي الحجرات اللي جنب الحجرة هذه كلها ميتة. نعم. ميتة من المقاتلين اللي عندي. نعم. لكن الحجرة اللي فيها هو حية آخر يعني هذه الدرجة إذا وصلها الملك خلاص يتعادل يصبح تعادل معك لأنك أنت يعني تأخرت في قتله. وأنا فعلا يعني تأخرت في قتله ومستهزئ به يعني شبيه يلعب. فعاودوا بعد المباراة عطوا يوم ثاني للمباراة الثانية وخسرت فيها وأخذ الكأس مني. فتعلمت أكيد من هالغلطة 100%. فهذا أفضل موقف كان يعني. جميل. يمكن فعلا القوانين الرياضية خاصة في أي لعبة كانت مهمة جدا للاعب أنه يعرفها لأنه أكيد تدعمه في 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 أكيد مع مهاراته ولازم تشارك أنت ما تظل منقفل على نفسك سواء في السياسة أو في الرياضة. ما تظل منقفل على نفسك. صحيح. لا لازم تعرف الغير شو عنده. شلون ابنائك بالشطرنج ما حاولت تعلم؟ لا 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 الى الان لا ما الى الان ما زال مهتمين بالدراسه شويه. نعم. ويحبوا لعبه القدم والسباحه هذين الحاجتين. ممتاز. يعني يلعبوا رياضه قدم وسباحه؟ لا يلعبوا رياضه ويقدرون يمارسون هواياتهم في الكويت عندهم مجال عندهم الان حاليا. انا لسه يعني جاي جديد في الكويت لكن شاركوا الصيف في النادي الرياضي نادي كامبرجر. صحيح. رياضي صيفي شاركوا فيه والآن أكيد في بعض الرياضات في المدرسة نشوف. صحيح. فيه من خلال متابعتهم في بعض الأنشطة يمارسوا فيها في المدرسة. نعم. جيد يعني. جميل. حيتعرفوا منها على الرياضة الكويتية وعلى بعض الثقافات يعني. صحيح. صحيح. العربية الأخرى يعني. أنا ودي أتكلم عن موضوع الثقافات. أنا يعني شدني موضوع الطوارق والتراث اللي ما زال الليبيين يعني متمسكين فيه في ليبيا. طلعات البر إحنا نسميها البر أنتم تسمونها البر أيضا البر. نعم. الكشتات هذه والربيع أيام الربيع حدثنا عن الموضوع هذا للحين الليبيين متمسكين في هذا الموضوع أكيد. يعني ليبيا أنا زي ما حكيت لك بدري يعني حتى الشباب الصغار مثلا. نعم نعم متنوعة ليبيا متنوعة يعني. أنا ما عشت في الجنوب أو في الغرب يعني مع الأمازيغ ومع الطوارق لكن لما تمشي تزور الأمازيغ والطوارق
في مهرجانات يعملوها. جميل. يعني حاجة جميلة جدا. تحضر العوائل وتودي أبنائها الصغار ويتعلمون ويشوفون التراث. نعم. حتى تراث وعادات وتقاليد وهذا السباق الهجين وسباق الخيل يعني حاجة جميلة جدا. الجميل يعني. أن يعني هذا التراث في رياضة. يمكن 70% من هذا التراث هو تراث رياضي. نعم. في مهارات. نعم. في السباقات اللي هي فيها السرعة، فيها التركيز، فيها حتى يمكن القنص تعتبر رياضة الآن وفيها بطولات يعني. صحيح. رماية. صحيح. نعم. قنص يعني يتسابقون على من يكتسب أحسن. صحيح. أحسن. صحيح. قدرات وأحسن. صحيح. يعني أشياء. فجميل لما يكون هناك تراث مربوط في رياضة. نعم. صحيح. نعم. كذلك بالرياضة تراث في المنطقة الشرقية والمنطقة العربية يعني اللي هم غير التبو غير الأمازيغ عندهم رياضات يعني منقولة عن شبه الجزيرة العربية. جميل. رياضات جميلة جدا يعني لا زالت إلى هذه اللحظة يعني حاضرة في ليبيا وفي كل أقطار ليبيا وامتزجت مع الماضي المستقبل وأصبحت حاجة رائعة في ليبيا. يمكن قبل شوي حدثنا عن موضوع المشي وطلعت في الكويت ومشيت وجربت المشي. نعم. أنا ودي أخذك مكان جميل ممشى على البحر بالقرب من المركز العلمي كنت شفته هذا المركز. نعم. الجميل شفته. نعم. وديك مكان ونتمشى ونكمل حوارنا هناك في الهواء الطلق كما يقولون وخاصة هالأجواء اليوم شوية صارت جواء باردة وجميلة ونستكمل حوارنا عن الرياضة بشكل أكبر وخاصة يعني رياضة المشي اللي يمكن أنت تحبها. إيش رأيك؟ أوكي ما في مشكلة. ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. تلبس سبورت. طيبة. موجود. مشاهدينا راح ننتقل معاكم إن شاء الله في يعني الجزء الأخير من هذا الحلقة وبنتكلم عن الرياضة بشكل أوسع وأكبر ولكن وإحنا قاعد نمشي ونمارس هذه الهواية الجميلة اللي هي رياضة المشي. خلكم معانا ننتقل إلى المكان الثاني. إذن مشاهدينا مثل ما وعدناكم إحنا متواجدين الآن في هذا الممشى الجميل معانا أبو محمد واليوم لابس رياضة وسبورت يمكن المكان هذا من أجمل الأماكن اللي فيها يصير فيها مشي ونشوف الناس رايحة ورادة بقرب المركز العلمي. أبو محمد يمكن من الأندية اللي أنت كنت تحبها الشعلة نادي ليبي ولكن أشوفك لابس ريال مدريد. تحب الدوري الإسباني وريال مدريد؟ أكيد أكيد. هذا النادي اللي تحبه وتشجعه. أيس. نعم. وعلى مستوى المنتخبات العالمية المنتخب اللي تحبه؟ والله يعني كنت في البداية جدا كان البرازيل وبعدين تغيرت لهولندا وبعدين أصبحت أشجع الكرة الحلوة. شنو سبب يعني عدم اختيارك مثلا فريق وتشجعه على الحلوة والمرة مثل ما يقولون؟ يعني في ناس كثيرين مثل طريقة تفكيرك أبو محمد إنه والله أنا هالسنة أحب منتخب هولندا السنة الجاية الأرجنتين ليش أنا يعني أقحم نفسي في منتخب يمكن في عنده خسارات وعنده صحيح أحيانا هو لاعب مميز يخليك تحب المنتخب. صحيح يعني تشجع المنتخب. نعم. للاعب معين. للاعب معين أحيانا يعني كان من أسباب تشجيعي لهولندا هو بيركام. نعم. يعني شجعت هولندا كثيرا. أنا حبيت الأرجنتين من مارادونا. من مارادونا. نعم. في ناس كانت صح وناس حبت البرازيل من بيلي. بيلي صحيح. نعم. إحنا حبينا المنتخب الكويتي أيضا في فترة من بشار عبد الله. بشار عبد الله. وحبينا الهلال السعودي من طارق التعيب. على طاري المنتخبات الخليجية يمكن أنتوا شوية كالمنتخب الليبي يمكن يعني بعيد عن المنتخبات الخليجية والبطولات الآسيوية ولكن أيضا لكم متابعات للفرق والمنتخبات الخليجية؟ أكيد. نعم. أكيد يعني تابعنا الدوري السعودي
فترة لبس بها والمنتخبات الخليجية. فالجمهور الليبي جمهور كبير يعني، فكان يشجع في الهلال السعودي بقوة كلها عشان طرق عشان اللاعب هذا، بس تعرفوا على الدوري السعودي بالكامل وعلى أندية الدوري السعودي وعلى قوتها، وكذلك بعض الأندية الخليجية في أثناء المنافسة هذه. فكان يعني لطارق التايب دور في هذا التشجيع. شو رايك بالمكان ابو محمد؟ والله جميل جدا، على يمينك البحر صحيح، والمنظر الجميل هذا صحيح. ويمكن بدأت الأجواء تصير معتدلة يعني صحيح. يمكن كانت حارة قبل فترة ولكن الحين في اعتدال، والمركز العلمي أكيد ما زرته. لا لسه لازم ابو محمد تزوره، تودي صهيب ابو محمد أكيد. ويشوفون المركز العلمي يعني من المراكز الجميلة اللي يعني أكثر السواح يمرونها ويزورونها. نعم، فيها الايماكس السينما وفي الاكواريوم اللي سمك وفي ايضا قاعة الاستكشافات والضوئية وكذا. اذا يمكن ابو محمد رياضة المشي من الرياضات اللي انت تحبها صحيح. وانا اتوقع ان رياضة المشي الكل يمارسها صغير كبير. نعم. يعني السيدات والرجال. نعم. رياضة سهلة وخفيفة وايضا صحيح. صحية صحيح اكيد طبعا، يعني لكي تحافظ على رشاقتك وعلى حتى على تفكير الذهن بشكل جيد وكذا، تحتاج إلى أن تكون لائق صحيا بدنيا، لازم تتريض ولازم تمشي. فأنا من جيت الكويت وأنا محافظ على مستوى معين يعني. أنا سمعت أنك أنت بالأكل دقيق صحيح، ما تأكل يعني أكثر من حاجتك، وأيضا مارست رياضة مبين أنه يعني لا أنا كنت غار منك ترى. الله يسلمك الله يسلمك. لا يعني حتى في حديث عن الرسول يعني يقول لك المعدة صحيح. يعني قبل ما يصل لها العلماء يقول لك لازم تخليها أجزاء أجزاء. نعم، ثلث للأكل وثلث هي. للماء وثلث للهواء. الله وكيلك في يعني ناس يوصلوا لين بالأكل. لا الحمد لله يعني الرياضة شيء ممتع صح. استمتع يعني بالمشي وأيضا بالمشاهدة المنتخبات والأندية والشيء ممتع جدا. يلا نبلش مشي، يلا توكل على الله. محمد، يعني في ظل الظروف الصعبة اللي مر فيها القائم بالأعمال دائما والسفراء في اللقاءات والأعمال الكثيرة اللي على عاتق مسؤول مثلك أبو محمد، هل تحصل وقت فراغ أنك تطلع مع العيال تتفسح تقضي وقت فراغك برا يعني؟ أكيد عندي وقت يعني مخصص وقت معين ممتاز بشكل منظم يعني في بالذات في نهاية الأسبوع يعني الجمعة هو يوم السبت. إذا أي شيء مو الرياضة بس، أي شيء إذا ما حاولت تنظم نفسك فيه حتجد نفسك ضايع. أحيانا نشوف في ناس يعني بتسوق السيارة صحيح والموبايل في يد في أي وقت في أي وقت في أي وقت عند الموبايل يعني ما يفعل. لا في أوقات للشغل أوقات للرياضة. يمكن أبو محمد أنت على موضوع هذا شفنا قبل شوي في ناس وهي قاعد تمارس الرياضة معها تلفونات. إيه لا شيء غلط صح، والله شيء غلط يعني المفروض الرياضة كاملة جميل، السمع البصر جميل. كل شيء هذا يبي رياضة. ففعلا تنظيم الوقت بالضبط يخدمك. تخلي الجهاز بالبيت يعني، أنا عامل توه يومين وأحياناً ثلاثة في الأسبوع لازم نطلع ولو ساعة جميل أتمشى فيها ورياضة، يا أما على البحر يا أما بالجابرية يعني أساس أكسب نفسي صح. شيء يعني من صفاء الذهن. لكن بصراحة الناس هالأيامات يعني أنصح الشباب في كل مكان صحيح. يعني ما يكون في كل وقت التليفون يا فيدا وسماعات في أذنه صحيح. وبشكل غريب يقود السيارة مع التلفون مع تليفون في الممشى مع تليفون، لدرجة مرات حتى وانت قاعد تسولف معاه يطلع التلفون يقول لك إيه كمل أنا وياك شلون أنت وياي. لا بصراحة يعني أنا قلت لك إن كل شيء البصر السمع كله يبي تنشيط بالرياضة يعني. ف
فأنا هذه نصيحتي أوجهها، لا بالعكس أنا منظم نفسي، توقيت العمل أعطيه وقته، والرياضة وقتها، والأسرة أعطيها وقتها، والفيسبوك هذا وقتها. على طاري الأسرة أبو محمد، نعم، لما تطلعون منو يختار الوجهة اللي تطلعون فيها؟ العيال صغار يتحكمون فيكم؟ والله أحيانا العيال الصغار أقرب شيء العيال الصغار، صحيح صحيح، هم يختارون أحيانا اللي يبون الملاهي، وإذا لقوا مكان حبوه حلو دائما يحبون يترددون عليه. وبعد يمشون معي للرياضة، هذه صهيب ومحمد يمشون معي للرياضة، يتمشون ما في مشكلة. احنا يمكن في بعض المفكرين الرياضيين يقولون يعني استقطاب الشباب إلى الرياضة وخوضهم في المجالات الرياضية يمكن يبعدهم عن هذه المهاترات والأمور اللي ما تفيدهم. أكيد الرياضة، أكيد أكيد الرياضة لو 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 مرست بشكل صحيح، ولا لا شك ان في ناس كثيره بتمارس في الرياضه بشكل صحيح، يعني معطين وقت كافي للرياضه، انك لازم تمشي تلعب، واحد يلعب تنس، واحد يلعب قدم، واحد يلعب طايره، وواحد واحد يتابع الرياضه حتى صحيح على المستوى العالمي والمحلي. يعني الرياضة صراحة شيء ممتع جدا، وتبعدك عليه كثير كثير من الأمور. بما أنك يعني نعم. تمثل دولة ليبيا، هل هناك يعني استراتيجية تخطيط للموضوع هذا، موضوع الرياضة، وكيف تحتضن مثلا الشاب الليبي خاصة الصغار منهم؟ أكيد يعني هذا شيء، يعني الآن الشباب الصغار يعني في فراغ، صحيح، فأقرب شيء لهم يعني اليوم هذا، وأنا أتابع الصبح بعض الصور اللي بتنزل، يعني أن هناك مشاركات بدأت والدوري الليبي بدأ، جميل جميل، ويعني أشياء حلوة يعني بتصر يعني شوية، حتى شارع رياضي متلهف يعني لمنافسات. يعني إحنا مش حنعطي فرصة للمشاكل السياسية أنها تأثر على، صحيح، على الرياضة أو على التعليم أو كذا، لا لازم نستمر ونكمل الكلام مو كذي أبو محمد. نعم، محمد وصهيب وينهم؟ هيهم لازم الحين يعني نروح نشوفهم ونتمشى معهم. يلا حياكم، الله يسلم. أبو محمد، يمكن قضينا يوم اليوم في الهواء الطلق وتمشينا شوية بصحبة الشباب محمد ومصعب صهيب. صهيب يعطيك العافية صهيب، شلونك محمد؟ إن شاء الله بتصير في المستقبل زي الوالد إن شاء الله دبلوماسي، لأني قاعد أسمعك تقول أنا ودي أصير دبلوماسي، يعني لازم الحين من الحين تبدي طالع الوالد شي يسوي وتمشي وتقلد عشان تصير دبلوماسي مميز. و البطل الصغير شنو يحب يصير؟ طيار حربي. طيار حربي، والله انك مميز صراحه. طيار الحربي يحتاج الى شنو؟ ذكاء ودراسه وشطاره، فشد حيلك من الحين بالمدرسه، وان شاء الله بعد 20 سنه نشوفك اقوى واجمل طيار حربي في العالم. اعرف الطياره كان زين، نتمنى ذلك. ومحمد، يمكن العيال اكيد يحبون يطلعون في مثل هذه الاماكن يغيرون الجو، خاصه الأولاد الشباب الصغار ما يحبون الكبتة والبيت، يحبون الأماكن المفتوحة، وشفناهم اليوم في اللقاء يحوسون يصعدون. إذن يمكن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. ومحمد، ودك تقول كلمة بهذه المناسبة؟ والله ما ودي أقول لكل خير، لكن أنصح يعني بممارسة الرياضة الصحيحة والحقة، نعم، لكل الشباب الذين ابتعدوا عليها في الفترة الأخيرة. جميل. بسبب الإلكترونات وهذه الأمور. صحيح. يعني هذا كل شيء يعني. شكرا لك. الله يسلمك. أبو محمد، قضينا وقت ممتع معك، سواء يوم كنا عندك في المنزل وفي الممشى بالقرب من المركز العلمي. نعم. وإن شاء الله نشوفك في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أخوي طالب ولكل الفريق. الله يطول عمرك ويخليك، وشدوا حيلكم يا شباب واستمتعوا بحياتكم، ولكن حطوا الدراسة قدام عينكم. ماشي؟ إذا المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله بإذن الله راح يكون معنا ضيف جديد ودبلوماسي جديد في الأسبوع الجاي في حلقتنا الرياضة في عيون دبلوماسية. لكم من التحية، إلى اللقاء.